سريعة على صالة السينما نتأكد ونشوف شو هي الأفلام اللي موجودة فيها لخلال هالأسبوع. طبعا حضرت لنا إياها غيدة ومن بعدها نرجع على الاستوديو. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الكوميدي The Intern عن أرمل بعمر الـ70 بيكتشف أنه التقاعد مش عم بيناسبه فبقرر يرجع يدخل سوق العمل بعالم الأزياء على الإنترنت. بطولة لروبرت دينيرو، أن هاثوي وروني روسو. Because you're my intern. Well, I was gonna say intern/best friend. والفيلم الغريب The Visit عن أم بتلاقي أنه كل الأمور عم بتسوق بعائلتها بعد زيارة ولادها لبيت جدن مع دينا دانيغن وأد أوكسنبول. Mom, you need to come right now. Who's ready to fly? Me, I guess. وفيلم الأنيميشن Transylvania 2 بنسخة 3D وقت اللي بيوصل فلاد مصاص الدماء اللي كتير اولد فاشند لاجتماع عائلي مفاجئ بيصير في تصادم بأوتيل ترانسلفانيا بين جيلين من مصاصي الدماء بأصوات نجوم عديدة ومنهم أدم ساندلر وسيلينا غوميز. شو عم بيصير عالميا بعالم الموضة وشو هي آخر وأبرز وأحلى العروض؟ رح ننتقل لعند هادية مع تفاصيل أكثر. صباح الخير غادة وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. مثل ما بتعرف كل هلأ الحماس والابتكارات كلياتها عم تظهر من أول شهر سبتمبر من نيويورك، من بعدها للندن، من بعدها ميلان يلي بعدها مبارح خاصة أسبوع الموضة، واليوم بتبلش اسبوع الموضه بباريس. هلا اكيد اول كم نهار باسبوع الموضه في اسماء بنحبها، خاصه اذا بنحب الاسماء المختلفه، بس الميجر بلاير رح يبلشوا بعد يومين بالاسبوع الموضه بباريس. شوفي عنا اليوم بفقره على الموضه، بس بحب خبر قبل ما اخبركم شوفي عندي بفقره على الموضه، بحب خبر انه عالم الموضه لربيع صيف 2016 مميز كثير. يعني بكل الاشياء اللي لحد هلا ظهرت عم بيحتفلوا عالم الموضه، عم بيحتفل بالفرح بالاشياء المسليه يعني والتفاصيل الدقيقه بكل شيء. بالاضافه لهالشيء بنلاحظ انه عالم الموضه مثل ما هلا كنا عم نعيشها وعم من الصيفيه للشتويه ولصيفيه الجاي اجواء السبعينات بعدها مكفيه معنا عن بعض المصممين. في بعض المصممين كمان حبوا يستوحوا فتره الستينات، بس لكن اكثريتهم فتره الستينات لما عم يختاروها عم يختاروا الفترة اللي بترجعنا لتاريخ كوراج، باكو رابان، كل هال وبيير كاردان، كل هالاسماء اللي لمعت وقتها بالنظرة المستقبلية اللي هي مزيج من الستيل المينيمال يلي كتير نظيف. بس لكن هالايام نحن بنلاحظ عالم الموضة عم بيحتفل صحيح بفترة الستينات لكن بإضافة اللمسات المختلفة يلي هي التفاصيل الدقيقة من الشغل، الشكل، التطريز، مزج المواد مع بعضها، اللعب على القماشات الحديثة، القماشات الذكية. يعني قديش من فترة طويلة كنت أحكيكم عن القماشات الذكية، منلاحظ بعدها مكفية معنا هالأيام، بس لكن هلأ مش مكفية معنا، أصبحت موجودة بالأسواق وأصبحت نوعا ما الأسعار عم بتكون affordable بطريقه. مثلا مثل هلا في عنا للقماشات اللي بتدفينا كثير اصبحت موجوده بالاسواق لتعطي حراره الجسم. بالاضافه لهالشيء كمان في القماشات اللي بتغير لونها، مثلا بنشتري حسب كل مثلا بلشنا نبرد بتغير لون القماشه، بلشنا نشوي بتتغير لون القماشه، وهدول بعدهم شوي غاليين بس ان شاء الله بالايام الجايه رح يصيروا موجودين اكثر واكثر. شوفي عنا اليوم بفقط على الموضة، أكيد نحن هلا بخريف شتاء 2015-2016 وأكيد صحيح بنشوف يمكن على
السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك، وعلى الاخبار بنقريها على التويتر، كلياتهم بنلاحظ انه عم يفرجونا الموضه لربيع صيف 2016، بس لكن انه بنحس الوقت كثير بعيد واصلا ما فينا نشتري شيء منهم، بدنا ننطر ليصيروا موجودين بالبوتيكات. اما هلا اكيد بدنا نتمتع بالشتويه، ومثل ما بنلاحظ انه من الخريف والشتاء انه مليء بالاشياء الفرحه وبنفس الوقت بكمان بالحنين لفتة السبعينات، هيدي الفتى الطاغي عن أكترية المصممين، بس لكن أكيد في بعض منهم فاتوا بالستينات بالثمانينات وحتى بالتسعينات. على كل حال اليوم بدنا نشوف سوا من إحدى الأيكون الإيطالية كمان بعالم الموضة، وعالم الموضة بينطرها خاصة بالستيل اللي كلياته مشبع بالأنوثة التامة وهي ألبرتا فيراتي. ننتقل ونشوف سوا هالمجموعة لربيع صيف لخريف شتاء 2015 2016. سوري عم بقى اليوم بغلبت لاني هلا حضرت كثير عروض لربيع صيف 2016 باسبوع الموضة بميلان، سو بعدني بالاجواء المستقبلية نوعا ما. بنشوف سوا ألبرتا فيراتي.
بعتبر ماركة ألبرتا فريتي من إحدى الماركات الإيطالية العريقة اللي من لما ابتدت بالستيل اللي كتير رومانسي، ومنلاحظ هيدا الشيء ظاهر عطول بأكترية مجموعاتها، وكمان منلاحظ أكثر بهيدي المجموعة لخريف شتاء 2015-2016، خاصة منلاحظ أنه في كتير عندها حنين من الماست هاف فترة يلي هي فترة السبعينات. منلاحظ اللوك من الفساتين المطبعة، بالإضافة كمان للفساتين يلي كلياتها من الدونتيل. الدونتيل مزبوط هالسنة من إحدى القماش الماست هاف لهالموسم، الدونتيل على كل الأشكال من الفساتين، البنطلونات، الطبات الصغيرة، كل شيء بذكرنا بالأشياء الرسمية والكتير سنشول وحساسة للسيدات هو مصحف. والمصحف العنوان اللي هالسنة كمان عم نلاحظه وين كتير هو الستيل، كل شيء أزياء ستيل لانجوري، الأزياء اللي انعكست، الموديلات اللانجوري الستيل أيضا، بس لكن معمول بطريقة ناعمة وكتير كمان حساسة، very sensual. هالسنة المصحف الألوان أكيد بنختار اللون اللي بدنا إياه، حتى فينا نختار على الدونتيل الألوان اللي كتير قوية، بس أكيد للمحبين اللون الأسود الماست هو عطول بضلوا اللون الأسود يلي هو الملك الألوان، بس ما يعني الأسود بس هو الماست. وبحب ذكر أنه بفترة التسعينات اللون اللي كان هو سميناه وتسمى the new black اللي هو كان اللون الرمادي وبقي مدري كم موسم، منلاحظ انه هلا الرمادي بنعد لخريف شتاء 2015-2016 هو من النيو بلاك الرمادي على كل تدرجاته للون الموف البيربل. هيدي بالنسبه للالوان. اما كمان اللوك مثل ما شفنا عند البرتا فريتي اللون الابيض، كمان اللون الابيض بعده مكفى لخريف شتاء 2015-2016 على الكاتوك وحتى بحياتنا العادية. هلا يمكن اللون الأبيض للشتوية بنحسه شوي يمكن ببردنا بعد ما لبسنا كتير أبيض هالشتوية، بس هالصيفية، بس أكيد ما في مشكلة نلبس اللون الأبيض ونلبس فوقه كمان the must الماست الماست يلي هو ساعة ناطرتك، حسيتك غادة عم ناطرة هيك لتعرفي شو هي الماست، ناطرة انت لتقولي حاسة هيك عم تقول يلا بليز هادية يلا هادية. اوكي الفرو الابيض، فرو ابيض، الفرو الابيض الكلاسيكي اللي هلا في اكيد عدة قصات الفرو، في يكون الفرو الطويل وهيك. هالسنة الجاكيت الكلاسيكية الفرو لون الابيض هي الماست هاف. هلا لمحبين الفرو في فرو على انواعه عاملينه لون ابيض، ويا لمحبين الانتي فر كمان في عند ستيلا ماكارتني، بس هلا اوت اوف ستوك صار العامل جاكيتات الفرو بتعرفي، بس بتعرفي اول كان كثير حبيت السعر لستيلا ماكارتني، وكمان اصلا مش فرو اصلي سعرها كان انه بيناسب يعني جود انفستمنت، كان الفرو اللون الاوف وايت كانت عاملته مش لما اذا بتطلعي فيه بتحسيه فرو اصلي، بس لكن هو فرو اصطناعي عاملينه بيت عاملين له تريتمنت ليعطي اللوك الفرو ويعطي احساس الفرو، بس انا اذا بدي البس واعطي الاحساس الفرو بحب البس الفرو الاصلي. هلا في ناس كثير يمكن يكرهوني، بس هي كل واحد عنده الاشياء اللي بحبها. انت شو مع اما ضد تلبسي فرو اصلي؟ ضد. اوكي ما بقى تحكي معي غادة بليز. هلا اللي بيشفع فيكي بس اليوم انه قلت اللون الابيض دارج بالشتوية، هيدي بتشفع فيكي على الاخر يعني. اوكي ما زينا هيك. اوكي حبيتك، لكن رح ضلنا نحكي مع بعض. اكيد كل حد بتعرفي بالاخر بقى كل واحد هيدا، بس هيك بس فيك تلبسي انواع فرو اصلي، بس انواع فرو موجود كثير مش كثير رير، بجرب مثل الفرو الارنب اكيد منك. أوكي. ضد الفرو الارنب، فرو الخروف اوكي كمان. هلا خلص خليني اوقف. ميرسي لك. على كل حال خلينا ننتقل ونشوف سوا العرض الثاني لخريف شتاء 2015-2016.
شفنا سوا من إحدى أحلى المجموعات لخريف شتاء 2015-2016 مجموعة بلما، وعرفتوا شو هو الماست هاف عن بلما وعند غير ديزاينرز. بدك تسمعي غادة الماست هاف؟ بعد في كثير ماست هافين هالشتوية على فكرة. الماست هاف هو الزنار. الزنار شفناه بخريف بربيع صيف 2015 هالسنة، بس رح يكون موجود أكثر وأكثر لخريف شتاء 2015-2016 مثل ما شفنا عن بلما زنار على كل الأحجام، بس أكثر شيء الزنار العريضي اللي بيحدد الخصر، وفينا نعتبره مثل هيك مثل نوع من الكورساج. هيدا الزنار بيرجعنا على فترة الثمانينات، وهيدي كانت فترة الانسبيريشن يلي حب يفوت فيها مصمم عند بلما. مثل ما شفنا مركزين كثير على السوتس، يا اما اذا فينا نقولها هيك مثل ما كانوا يقولوها بالفترة الثمانينات اللي هي التايور مع تنورة، التايور مع بانتالون. هالسنة هيدا اللوك الماست هاف، واكيد الالوان الدافية والاشياء اللي كمان بتذكرنا بفترة ال مثل عامل الفرنجز بالخيطان الرفيعة يلي بعدها مكفية معنا هالسنة، بس لكن اكيد عاملها على بلما ستايل. مجموعة
مجموعة كتير أنيقة وفينا نستوحي كتير من أشياء لما بدنا نعمل شوبينج. إذا ما بدنا نشتري من عند بلمان فينا بس هيك الانسبيريشن لأنه بينعد من إحدى العناوين البارزة واللي عم وكتير ناس عم بيستوحوا منا لهيدي المجموعة. فإذا هذا كان كل شيء من فقرة موضة. هلا إذا بدكم بعد خبركم في عندي كتير أخبار ما بتخلص أبدا عن الأشياء اللي كانت عم بتصير بميلانو، بس هيك بحب خليها لبعد شوي أجواء ربيع صيف 2016، وأكيد مثل العادة فقط على الموضة ومنخليكم على طول أب تو ديت. أما هلا بننتقل عند غادة ولنشوف غادة شو بعد في عندها، وشكلها غادة ست بأجواء منا عارفين حالها شو بدها تطبخ اليوم، سو راحت ورا المطبخ. هلا الخبرية انه صرت انت ربيع صيف 2016 15 16 هونيك، يعني بعدنا عم نودع الصيفية نحن هون، وانت صرت بسنة الجاي. لا 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 مش معقول صرت اخر سبتمبر. ايه عيب يعني. تحكي بقى بالصيفية هلا عم نودع الصيفية السنة الماضية، الصيفية الماضية. طيب بهالوقت بعرف انه في كثير اشياء ما فهمت شيء، بعرف في شغله هونيك خلصت، بعد شوي شيف عبد الله رح يفسر لنا شو هي هيدي ترويقتنا لليوم. انما هلا مرسي لك هادية، بنرجع بنشوفك اكيد بخلال هالاسبوع بركي نهار ان شاء الله الجمعه ان الله يراد. خلينا نتوقف للحظات قليله شيف عبد الله رح تفسر لنا كل شيء شو عم بيصير، لانه في كثير شغل بعد على الطريق. بريك وبنرجع من تاني.